واسطة بقى وكوسة وجايرة من أخت المدير وده تبع الوزير والجو ده يا جماعة اسمه بالإنجليزي نيبوتيزم. نيبوتيزم والكلمة دي أصولها مش لاتينية ولا يونانية ولا أنجلو ساكسون. كلمة نيبوتيزم جاية من الإيطالي من كلمة نيبوتي. نيبوتي معناها نيفيو، عارفين نيفيو اللي هو ابن الأخ أو ابن الأخت، نيبوتي. فدي انها نيبوتيزم، فهو يعني ايه ابن اخت المدير بقى عبديله كده يعني. قشطه. من نيبوتيزم جاب لنا الكريتيسيزم.